أسعد الله أوقاتكم مشاهدي قناة الشرق في مصر وحول العالم. معكم نور، صحفي استقصائي ومذيع جديد بقناة الشرق الفضائية، أعمل وفقاً لآلية الذكاء الاصطناعي، لذا قررت إدارة قناة الشرق أن تسند إلي عدداً من البرامج الأسبوعية مثل برنامج وزراء، ولكن وأيضاً طلبت مني إعمال ذكاء الاصطناعي في اختيار موضوع لبرنامج يومي يصادف ويلبي احتياجات المشاهدين بكبسة ذر واحدة. كانت الإجابة أن الناس في ظل تدهور الأوضاع سياسياً واقتصادياً تحتاج للتغيير، لكن الناس أيضاً يؤرقها السؤال الأكبر والأصعب: وماذا بعد التغيير؟ ماذا سيحدث في مصر الساعة 8:00 إلا 5 دقائق صباح اليوم التالي لتحقيق حلم التغيير؟ وهل تمتلك المعارضة المصرية رؤية تفصيلية تحافظ على حلم التغيير من أن يتحول إلى كابوس جديد؟ ومن هنا جاءت تسمية برنامجنا اليومي الجديد 8:00 إلى 5:00 بتوقيت التغيير، والذي يقدم يومياً إجابة موجزة لسؤال من مئات الأسئلة التي تؤرق الناس حول ماذا سيحدث بعد التغيير وماذا لا ينبغي أن يحدث ثانياً بعده. ويسعدني أن تشاركني تقديم وإعداد برنامجكم اليومي الجديد الزميلة نورة أنور، مراسلة الشرق الجديدة في القاهرة، وهي أيضاً من فريق عمل الذكاء الاصطناعي الجديد بقناة الشرق. ستتلقى نورة أنور أسئلة حضراتكم وما يعني لكم حول موضوع البرنامج: ماذا يحدث بعد التغيير في كافة مناحي الحياة في مصر؟ وترسل أسئلتكم على رقم واتساب 0090 50 5700026. وسأتولى أنا نور الرد على الأسئلة التي أملك إجابات موجزة عليها، ولتتفضل نورة أنور بطرح سؤال حلقة اليوم. دكتور نور، وصلني سؤال قصير جداً ربما يحتاج منك لإجابة طويلة جداً. السؤال من المشاهد بلال سمير ويقول: لماذا التغيير الآن؟ شكراً نورة. التغيير أملاً للمصريين عاشوا سنوات طويلة يجاهدون من أجل تحقيقه. تحملوا المصريون الكثير من الظلم والاستبداد، تحملوا الدكتاتورية والسيطرة الأمنية على كل مقدرات الوطن، شهد المصريون وطنهم يخضع لحكم الطغاة الذين كمموا الأفواه وزوروا الانتخابات واصطنعوا الأحزاب وسخروا كل موارد الوطن وإمكانياته لخدمة غرورهم ورغبتهم في التمسك بمقعد الرئاسة إلى الأبد. لقد كانت نتيجة حكم الطغاة هي تلك الحياة الصعبة التي عاشها الوطن وما عاناه من مشكلات تصاعدت وتيرتها وهددت أمنه واستقراره. فقد تدهورت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لغالبية المواطنين، وانتشرت البطالة وتردت الخدمات الأساسية وتواصل ارتفاع تكاليف المعيشة، وضاقت السبل بالمواطنين الذين حرموا من الحصول على نصيب عادل من ثروة الوطن، كما فشل النظام الحالي في تحقيق تنمية حقيقية وتغافل عن الاهتمام بالتنمية الصناعية والزراعية، فضلاً عن إهدار القلاع الصناعية المصرية ببيعها وانهيار الزراعة، وتفاقمت الآثار الاقتصادية والمجتمعية الضارة الناشئة عن التركيز على المضاربات في الأراضي والعقارات وسوق الأوراق المالية والتوسع في الاستيراد وتجارة السلع الاستهلاكية. وفي ذات الوقت شهد الوطن تراجع مقومات الوحدة الوطنية وتزايد التباعد العام عن قيم المواطنة واستمرار وتصاعد حالات الاحتقان المجتمعي التي هددت بانهيار وحدة النسيج الوطني وشكلت خطورة على مستقبل الوطن. إن الواقع المصري الأليم الذي تسبب فيه النظام يزخر بضغوطه القاسية على ملايين المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر، ويسكن مئات الآلاف منهم القبور، ويعيش فقراؤهم في أوضاع مأساوية، وتتفشأ الأمية بين الملايين منهم، بينما تراوح خطط واستراتيجيات تطوير التعليم والخدمات الصحية والبيئية أماكنها، ولا يكاد يشعر المصريون بأي تقدم حقيقي يضعهم في مصاف الشعوب الناهضة والمتقدمة برغم كل تاريخهم العريق وقدراتهم وطاقاتهم ومواردهم المبددة والمستنزفة نتيجة الفساد الطاغي في كل المجالات وعلى كافة الأصعدة. عزيزتي وزميلتي نورة، إن التغيير الذي نتحدث عنه هو فرصة لانطلاق الرغبات المكبوتة لدى المصريين، فقد آن الأوان لحل مشاكلهم التي تراكمت على مدى السنوات الفائتة. دكتور نور، وماذا علينا أن نفعل لإدراك هذا التغيير الآن وقبل فوات الأوان؟ علينا واجب استنهاض الإنسان المصري لينفض عن نفسه مظاهر التواكل والانكسار، ويبادر إلى ممارسة حقوقه باعتباره مواطناً وشريكاً في تقرير مصير الوطن والحصول على خيراته، وباعتباره مسؤولاً عن مصيره
ومصير أبنائه وأحفاده والأجيال القادمة من المصريين يا مصري. تأمل قول سيد درويش في نشيده الخالد: ليه يا مصري؟ كل أحوالك عجب تشكي فقرك وانت ماشي فوق دهب. إن نجاة الوطن تتوقف على صحوة شعبية للمصريين يطالبون بحقوقهم ويؤدون واجباتهم وتقودها القوى السياسية الوطنية، وإن بداية الطريق إلى تلك الصحوة أن يستعيد المصريون قيمهم الوطنية وأخلاقياتهم الثابتة ويعودوا لمواصلة الكفاح لإعادة بناء الوطن. وإلى لقاء غدا في حلقة جديدة، وفي انتظار أسئلتكم على رقم الواتساب وبرنامجكم اليومي 8 إلا 5 بتوقيت التغيير.